من المكاسب اللي جهز عليها هذا النظام الاساسي اللي ما كنسموهش نظام اساسي وانما نظام مآسي. نظام من اجل اهانه الاستاذ وكرامه الاستاذ. واش انا التلاميذ اللي غنبقى انا كنربيهم وكنضل نخلق فيهم قيم المواطنه والقيم التربيه وهذا ونجي في الاخير انا الحقوق ديالي مهضومه؟ تحيه نضاليه للجميع. حنا هنا حضرنا حيت ضد النظام الاساسي اللي هو النظام المآسي اللي دار تفييق في الاسره التعليميه. الحمد لله حنا كنا جسد واحد، كنعتبر راسنا جسد واحد جميع الاطر التربويه اخوان واخوات، ولكن هذا النظام جاء غيفرقنا ما عرفش علاش، مع ان الاستاذ هو اللي كينزل جميع التعليمات لاقرب واحد للتلميذ في القسم، وفي الاخير كنلقاوه مقصي من هذا النظام. علاش؟ الله اعلم. حنا بغينا التحفيزات، بغينا التحفيزات باش الاستاذ يزيد القدام. حنا اصلا ديجا الوضعيه ديالنا ماشي هذيك، ضايعين في حقوقنا، ضايعين في الترقيه ديالنا. انا استاذه من 2001، تعيين 2001 وباقا في السلم 10، وباقا كنافيطي 100 كيلومتر يوميا عندي ديال النافيط في النهار، ومع ذلك كنا ساكتين كنقولوا ماشي مشكل. ولكن باش يجي نظام اساسي يضرب لي السنوات ديالي كامله في الزيرو ويحتقرني ويعطي الناس اخرين يعطيهم حقوق على حسابي، انا ما نقبلهاش شخصيا. انا اقرب وحده للتلامذ، انا كنزل جميع البرامج، انا كنطبق جميع المذكرات الوزاريه اللي كتعلن. اذا فين هو حقي انا كاستاذه؟ واش انا التلامذ اللي غنبقى انا كنربيهم وكنضل نخلق فيهم قيم المواطنه والقيم التربيه وهذا ونجي في الاخير انا الحقوق ديالي مهضومه؟ كيفاش بتوصل انا الرساله ديالي وانا اصلا كنحس بان الحقوق ديالي مهضومه؟ كيفاش نوصل الرساله ديالي؟ اذا كناشدوا المسؤولين في هذه البلاد يلقاو لنا حل، يلقاو لنا حل. حنا ما بغينا حتى شي حاجه، حنا ما بغيناش شي حاجه خايبه لهذ البلاد، حنا بالعكس كنحبوا الوطن ديالنا، حنا وراء ملكنا وعاش الملك وراء كل شيء، ولكن بغينا حقوقنا. حنا معكم قدمار عبد الغني، مجموعه مدارس الحرارطه، استاذ تعليم ابتدائي خريج 2002. وقفنا هذه الوقفه ديال 12 اكتوبر احتجاجا على هذا النظام المآسي، ماشي النظام الاساسي اللي جاب فقط الاستاذ عقوبات ومهام جديده ولكن لا تعويضات. طبعا كان عندنا انزال في 5 اكتوبر بالرباط اللي كان تاريخي، وطبعا الاساتذه قوبلوا بمجموعه من السلوكات المشينه، الضرب والسحل، وطبعا احنا كنرفضوا اي حاجه كتجيب هذا النظام الاساسي، ما كتعطيش الاستاذ حقه من التعويضات ومن تخفيف من المهام وازاله الساعات التضامنيه وما الى غير ذلك، مجموعه من المكاسب اللي جهز عليها هذا النظام الاساسي اللي ما كنسموهش نظام اساسي وانما نظام مآسي. اللي جابيه الجديد اللي جابيه هو انه وحد الشغيله التعليميه بجميع الاسلاك ديالها، ابتدائي اعدادي وثانوي، وتنحيي الصحافه، الصحافه الحره النزيهه، ماشي الصحافه العميله التي تحركها الوزاره، كما نحيي جمعيات الاباء المسؤوله والنزيهه، وبعض المديرين او المتصرفين التربويين، وهيئه التفتيش اللي تضامنوا مع الاستاذ. اي اصلاح ما كيمسش الاستاذ ماشي اصلاح وانما هو انتهاك الحقوق ديالو المكتسبات السابقه. وكنحييكم وشكرا. تحيه. السلام عليكم. الاستاذ محمد بوقال، استاذ بمديريه اسفي، استاذ سابق بالديار البلجيكيه تدريس ماده الثقافه المغربيه. حضرنا اليوم باش نناضلوا ونكافحوا ونعبروا على الامتعاض ديالنا من جهه النظام المآسي، كنسميه النظام المآسي اللي قناته الوزاره، خرجته الوزاره للوجود، هو نظام
هو نظام من اجل اهانه الاستاذ وكرامه الاستاذ. احنا من هذا المنبر جينا وحضرنا باش نعبروا على الامتعاض ديالنا ونعبروا على النضال ديالنا ضد هذا النظام المآسي، ضد هذا النظام اللي هو خرج الوجود كيهين فيه الاستاذ وكيتحتقر فيه الاستاذ مربي الاجيال. وبلا ما نذكر اشنو وقع الاستاذ يوم 5 اكتوبر في مدينه الرباط امام البرلمان وامام وزاره التربيه الوطنيه، في الحين في الوقت اللي كان الاستاذ لازم، في الوقت اللي كان لازم الاستاذ انه يتلقى الورود ويتلقى الزهور في يوم العيد الميلاد ديالو، كيتلقى الهراوات وكيتلقى الزراوت والتعسيف وبلا ما امور كثيره ليس تعرضوا للكسر، تعرضوا للتعنيف وكثير من الامور اللي كتضر بكرامه الاستاذ. حنا اليوم جينا باش نبداو الحركه النضاليه من يوم من هذا المكان من امام مديريه اسفي، غنعنوا على حركه نضاليه اللي غادي تكون ضد هذا النظام الاساسي باذن الله، وغنقولوا الكلمه ديالنا ان شاء الله، وحنا رافضين رفضا كليا الى حين تغيير هذا النظام الاساسي ان شاء الله. وشكرا.